بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 1، المقطع رقم 2، نشوف فيه الـ Engineering Heat Transfer. الـ Heat Transfer Equipment such as المبدلات الحرارية والـ Boilers، Condenser، Radiator، Refrigerator، كل هذه الأجهزة هذه أصلا مصممة على مبادئ انتقال الحرارة. Okay. Heat transfer problem encountered in practice can be considered in two groups. ممكن نقسم problems هذه إلى قسمين: rating problem والsizing problem. Rating problem إيش نقصد بها؟ نقصد بها اللي هو deal with determination of heat transfer rate for an existing system at a specified temperature difference. Existing system معناها إنه size أصلا معروف، حجمها معروف، والمطلوب منا بس ان نجيب اللي هو الـ rate of heat transfer عند specified temperature difference. اما الـ sizing problem فهو العكس، فانت الـ size ما هو معروف، غير معروف، لكن يجب انك تعطينا الـ size بحيث انك تحصل على heat transfer rate محددة مسبقا specified. مثلا ودنا 1000 وات، فأنت تحدد السايز بحيث أنك تحصل على هذه الترانسفر ريت طبعا دائما for a specified temperature difference. The engineering device or process، عمليات الهندسية والأجهزة الهندسية هذه ممكن دراستها بطريقتين، يعني ما بطريقة الاكسبرمنتال أو الاناليتيكال. الاكسبرمنتال الادفانتج فيها هي في أنك تتعامل مع الفيزيكال system actual، يعني تتعامل مع أجهزة حقيقية، وبحيث أنك الكوانتيتي فيها تقيسها مباشرة محددة عن طريق القياس، لكن فيها بعض المشاكل هي أنها expensive وأنها لا تختصر الوقت، يعني أنها تأكل الوقت، وأنها في بعض الأحيان غير ممكنة practical. لكن الاناليتيكال ابروتش انكلودينج النيوميريكال اللي هو الحسابات، الادفانتج تبعها هي انها سريعه وغير مكلفه، لكن الريزلت اللي انت تتحصل عليها عن طريقها هذه ايش دقتها تعتمد على الاسامبشن اللي انت عملت، الفرضيات والتقريب اللي انت سويته في هذه الدراسه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.